السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم نديم لتعلم الرسم. طبعا يا أخوتي إن شاء الله اليوم راح نرسم هاي الرسمة سهلة وبسيطة غير معقدة للمبتدئين اللي حاب يتعلم رسم. كانك تتابعني على هاي القناة وتعمل اشتراك علشان يا أخوتي ندعم القناة ونستمر في تعليم الرسم. طبعا بالنسبة للورق اللي أمامكم هو ورق طباعة، والأقلام نستخدم هي أقلام سبورة، أو بإمكانك تستخدم أي أقلام تلوين تانية. طبعا هاي الأقلام متوفرة في المكتبة، والورق الطباعة كمان بتحصلوا في المكتبة. وأي استفسار يا أخوتي إمكانكم تكتبوا بالتعاليق، فتابع الرسم للأخير إن شاء الله بستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.